أولى فقراتنا لليوم يا سمر رح نروح لموضوع كتير مهم وهي الجلطات القلبية. أمراض القلب هو مصطلح بيحوي العديد من التفسيرات والعديد من المشاكل، ويمكن كتير في شباب وفي صبايا عم يروحوا نتيجة جلطات بالقلب. رح نحكي أكثر عن الجلطات وشو هي الأمراض يلي بتأثر على عمل عضلة القلب. رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور أحمد العايد اختصاصي قلبية. صباح الخير دكتور أحمد. صباح النور. يسعد صباحكم. شكرا لكم. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. بالبداية مثل ما حكينا بدنا نتعرف أكثر عن الجلطة القلبية وشو هي أنواعها دكتور. الجلطة القلبية أو الاسم الرسمي خلينا نقول احتشاء العضلة القلبية هي انسداد أحد الشرايين المروية لعضلة القلب. الحقيقة كلمة جلطة أو احتشاء ممكن نصيب أي منطقة في الجسم، يعني إذا أصيب الشريان المغذي للدماغ بجلطة اسمها جلطة دماغية أو احتشاء دماغ. إذا صار بالقلب هذا الانسداد المفاجئ اللي بيكون عادة مفاجئ فبصير شيء اسمه احتشاء عضلة قلبية. طبعا الجلطة المقصود فيها هي الخثرة المتشكلة بمكان ما بتؤدي إلى انسداد الشريان المروي لعضلة القلب. هذا الانسداد بيؤدي لتنخر الخلايا العضلية القلبية. القلب هو مجموعة خلايا عضلية بتؤدي عملها عن طريق الانقباض بحيث انه تضخ الدم. فلما الشريان المروي للخلايا يصاب بانسداد تبدأ الخلايا بالتنخر، ولما تتنخر تتليف فيما بعد وتفقد عملها اللي هو بالنهاية ضخ الدم. نعم دكتور، في كتير يمكن من الشباب والصبايا، خلينا نركز على هاي الفئة وننتقل إلى الكبار بالسن بعد قليل. كتير من الشباب والصبايا نتيجة الستريس، الضغوطات، الحياة، الظروف الصعبة، قلبي ضغطي عم يلعب، في عندي مشاكل بالقلب. نعم. بيروحوا عند دكتور القلبية ما بيطلع في شيء. خلينا نحكي عن هاي الأعراض والجلطات الفجائية كمان اللي بتحدث للشباب والصبايا. صحيح، الحقيقة بالفترة الأخيرة صار في تواتر أكثر لحدوث الجلطات عند الشباب والصبايا بأعمار باكرة، يعني كانت قليلة سابقا، هلا للأسف ازدادت كثير. يعني مو ما عاد شيء غريب مثلا نلاقي شاب بعمر العشرينات أو الثلاثينات أو صبية بهالعمر تصاب باحتشاء عضلة قلبية. طبعا الأسباب مثل ما تفضلتي أسباب كثيرة، ممكن الشدة العاطفية النفسية، لكن في شيء أهم اللي هو الدخان أو الأرجيلة، واللي للأسف كتير انتشرت بأوساط الشباب وخاصة الصبايا. نحن عنا مشكلة وفي يعني بثقافتنا، ما هو الجلطة بتجي للشباب أكثر بس للإناث بنسبة أكثر ما دكتور؟ لكن هلأ التواتر الجلطات عند الإناث بازدياد تمام نتيجة هالممارسات هاي. المشكلة أنه بعض الإخوة يظن أنه الأرجيلة أخف من الدخان. الحقيقة علميا معروف أنه النفس، نفس الأرجيلة الواحد، رأس الأرجيلة الواحد يساوي على الأقل باكيتين. طبعا في دراسات قالت أكثر، فتخيل يلي باليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة بأرجل فقديش عم يأذي نفسه. طبعا في أسباب كثيرة تانية مثل الضغط، ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر مثلا مرضى السكري، ارتفاع الكوليسترول والشحوم، ومثل ما قلنا الشدة النفسية كمان عامل مهم جدا لحدوث أمراض القلب وخاصة الجلطات القلبية. أكيد دكتور، بالإضافة إلى الوزن الزائد كمان نسمع أنه للذكور هي فوق العمر 45 سنة ممكن تصيبهم، أما للإناث فوق 55 سنة بس هن الأكثر عرضة للجلطة القلبية. دكتور خلينا نعرف شو هي الإنذارات الحقيقية لحدوث جلطة قلبية وشو هي الأعراض اللي ممكن يتعرض لها أي شخص ويصير معه جلطة قلبية كمان. أول شيء لن نتفق على شيء أساسي أنه الجلطة هي حدث مفاجئ. تمام. ما في يعني ممكن قبل إنذارات، ممكن أبدا. يصير خلال ثواني. ممكن يكون في إنذارات قبل. كتير من مرضانا الحقيقة بيقول أنا من كم يوم صار معي وجع بالصدر أو نغزة أو شيء، أعراض بسيطة يعني، أو ضيقة نفس خفيفة أو تقل على الصدر مثلا وأهملها، فبعد كم يوم صار ألم صدري شديد. طبعا الجلطة ما بتخفي نفسها أكيد لأنه هي حدث مفاجئ صاخب، خلينا نقول بصير في ألم صدري شديد منطقة الصدر،
طبعا مو شرط يكون على اليسار او على اليمين ابدا، هي فكره كمان مهم انه نسلط الضوء عليها، انه هي اي الم ما بين الحجاب الحاجز والفك السفلي هو يعتبر الم قلبي حتى يثبت العكس. تمام. هلا ممكن تترافق الاعراض هي باعراض ثانيه، غثيان، اقياء، تعرق، خاصه التعرق البارد، هي علامه جدا مهمه، الخدر والتنميل بالايدين مثلا، الالام اللي ممكن تكون بالايدين كمان ممكن تكون هي قلبيه المنشا. بس هي الفكره اللي بنرجع لها دائما انه هي الجلطه القلبيه او احتشال العضله القلبيه هي حدث مفاجئ غالبا بصير خلال ثواني، ممكن يسبقوا بعض الاعراض البسيطه الالام او ضيق النفس او الاعراض اللي ذكرناها، وممكن ما يسبقوا الاعراض. هي اكثر من نص الحالات الحقيقه بيكون في اعراض منبئه بنسميها، انه بتبلش ببعض الالام الصدريه او ضيق النفس او حس تململ بنسميه قبل ما يصير في احتشاء عضله قلبيه او جلطه قلبيه. نعم دكتور احمد، كثير من الاشخاص بعيد الشر عن كل العالم تجيهم ممكن الجلطة ممكن خفيفة ممكن متوسطة ممكن قاتلة تكون، خلينا نحكي عن الثلاث أنواع من الجلطة يلي بترافق وليش بتجي أحيانا خفيفة وليش أحيانا بتجي مميتة قاتلة على الأخير. الحقيقة هي عند الشباب بتكون قاتلة أكثر من الكبار. ليش؟ لأنه مع العمر تتشكل قنيات بتصير تفتح تروية ما بين الشرايين، حتى لو سكر شريان القنيات أو الشرايين الشعرية الجانبية ممكن تعطي تغذية أو تروية للمكان اللي سكر. أوكي. عند الشباب ما بتكون موجودة هاي الشرايين أو القنيات الجانبية، ولذلك عم يكون تأثير الاحتشاء قوي. هي إمتى تتشكل؟ مع العمر، هي مع العمر بشكل ما تدريجي. ما في عمر بتصير محدد يعني؟ لا. هلا حجم الاحتشاء بيجي من حجم الشريان اللي أصيب بهالانسداد، يعني إذا كان الشريان رئيسي كبير فبيكون الاحتشاء كبير، مثلا الاحتشاء الامامي الواسع. هلا هذا بيشمل منطقه كثير كبيره من عضله القلب، عاده ينتج عن انسداد قريب او من بدايه الشريان. هلا اذا صار الشريان بنهايته او قريب من نهايته بيكون حجم الاحتشاء صغير. في شرايين فرعيه صغيره ممكن كمان تصاب باحتشاء، هي ما أنا مهمه الحقيقه رغم انه ممكن تعطي اعراض لانه عم تروي منطقه صغيره. يعني بتعبير آخر أهمية الاحتشاء وحجمه ينبع من كمية المنطقة اللي بيرويها الشريان يلي أصيب بالجلطة أو باحتشاء العضلة القلبية. هون دكتور حكينا عن أسباب حدوث الجلطة القلبية عند الشباب وهلأ منتشر، الله يحمي كل الشباب. دكتور خلينا نحكي عن أشخاص أو مرضى مثلا السكري ممكن يصير معهم جلطة قلبية صامتة من غير ما يحسون، ما في إلى أعراض، خلينا نتعرف شو هي الجلطة القلبية الصامتة ولمين بتحدث؟ صحيح. الحقيقة السكري مثل مو معروف بيعمل شيء اسمه اعتلال أعصاب سكري. أحد أشكال اعتلال أعصاب السكري هي نقص الإحساس بالألم، هذا مو بس بالقلب حتى بالأطراف. تمام. هلأ بعض المرضى السكريين بيفقد إحساس الألم بالأطراف السفلية، بيكون قاعد عم يدفي إجري على دفاية ممكن تنحرق إجره وما يحس فيها، ليشم ريحة الحرق لحتى ينتبه أنه في شيء صار عنده. بنفس المفهوم بتصير هي الحقيقة بالقلب، ممكن كمان إذا في اعتلال أعصاب سكري يصير احتشاء صامت، لكن هو الحقيقة ما في نقول صامت بالمطلق. تمام. يعني هو ما بيجي صاخب، ما بيجي بالصورة الكلاسيكية أنه ألم صدري شديد وغثيان وإقياء وتعرق غزير، لا، ممكن بيجي بأعراض لكن ممكن تكون أخف عند مرضى السكري. أغلبهم بيشكي من ضيق نفس أو تقل على الصدر أو لهتة غير مبررة، ما بيعرف ليه شو صار معه، فجأة صار معه شوي تقل أو ضيق نفس أو لهتة فرضا، هي بتكون ممكن تكون احتشاء أو جلطة. طبعا مشان ما نخوف السادة المشاهدين، يعني ممكن الأعراض من هالأعراض اللي عم نذكرها يعني احتشاء عضلة قلبية، في كتير ألام صدرية، ممكن إنذارات كمان. تمام، ممكن ألام صدرية تكون عضلية بس مثلاً. كمان مشان إنه ينتبهوا على حالهم وينتبهوا على صحتهم، إمتى لازم يراجعوا الطبيب برأيك؟ أي ألم صدري مثل ما قلنا بين الحجاب الحاجز والفك لازم مراجعة الطبيب أكيد أكيد فوراً. لكن لما نقول مراجعة الطبيب لا نعني إنه أكيد هو احتشاء عضلي أو مشكلة بالقلب. ما ببين الحقيقة، صعب كتير من خلال الأعراض نفرق انه هذا من القلب او غير القلب.
لازم نعمل فحص سريري كامل، لازم نعمل تخطيط قلب، ونعمل الشيء بنسميه ايكو قلب دوبلر بناء على هالاستقصاءات البسيطه اللي موجوده باي عياده قلبيه باي مشفى باي مركز صحي. بيبين مع الطبيب انه هي فعلا هالاعراض هي ناتجه عن احتشاء عضله قلبيه او جلطه قلبيه او لا في الى مصدر اخر. نعم دكتور، كثير بنشوف من الاشخاص انهم بيتعرضوا لل الشيء اللي ذكرته من شوي حضرتك، اما تعرق او تنميل بالاطراف او اي عارض ذكرناه من شوي، ولكن بكفوا حياتهم بشكل طبيعي، او هن بيقوموا بيتحركوا بيروحوا على المشفى على الدكتور، هن بيسعفوا حالهم بحالهم. ولكن هون خلينا نركز، شو هي الاسعافات الاوليه يلي لازم على الشخص انه يعملها واهل بيته انه يساعدوه فيها لبين ما يوصل دكتور سياره اسعاف او اي شيء، حتى لو اجت الجلطه خفيفه يعني بس يحسوا باي عارض، شو لازم يتصرف؟ هلا اولا واهم شيء هو الراحه. يعني ماشي المريض بصير عنده الم صدري، اذا كمل المشي كمل الجهد تزداد المشكله عنده اكيد. الراحه بتنقص عدد ضربات القلب، بتخفض الضغط، بتريح كثير عضلة القلب. حتى لو أصيب باحتشاء بيكون الموضوع أخف. الراحة أول شيء. هلأ إذا ما كان متأكد المريض أنه هذا احتشاء أو جلطة صعب كثير يتصرف الحقيقة. ممكن ياخذ أسبرين لا بأس، ما في مشكلة إذا ما في مضاد استطباب. مريض مثلا ما عنده قرحة، ما عنده نزف، ما عنده مشاكل تانية، ياخذ حبة أسبرين أو حبتين أسبرين ما في مشكلة، بس أكثر من هيك ما بيقدر يعمل. مفروض توجه إلى أقرب مشفى أو مركز صحي أو عيادة قلبية لحتى يتم استقصاء الموضوع ووضع التشخيص المناسب. دكتور، من فترة قريبة كنت أنا ورفيقتي، ففجأة هي صار قلبي يدق كتير كتير بسرعة، وقعت على الأرض يعني، وهي داخت وفقدت الوعي بشكل كامل يعني، حتى صرنا نحط لها بارفان أو أي شيء، ما حسيت أبدا ولا على حدا ولا شيء، وعيونها هيك كانوا مفتحين وكانت كتير تعبانة، إنه فارطة، إنه ما بتحس علينا. عرفت علي دكتور؟ يعني مثل هيك اسعافات اوليه، كبينا عليها مي، حطينا لها سكر كذا، لا قدرت شوي تصحى البنت. هلا هي تعتبر، هل هي جلطه ولا انه ضغط ولا شو ممكن تكون مشكلتها؟ لا هي مو جلطه، مو اعراض جلطه. تمام. الخفقان المفاجئ اللي بيصير ممكن يكون نوع من انواع تسرع القلب. تسرع القلب ممكن ينتج عن مرض قلبي. تمام. ممكن ينتج عن حالات غير قلبيه. يعني امراض الغده مثلا، خاصه الغده الدرقيه، ممكن تعمل تسرعات. الشدة النفسية ممكن تعمل تسرعات. السيناريو اللي تفضلتي فيه اللي صار مع الصبية غالبا هو هبوط ضغط. حسرا هبوط ضغط، هبوط ضغط، هبوط ضغط مفاجئ. تمام. لما يصير هبوط ضغط بصير في وهن، ضعف، ممكن يصير إغماء كامل. هو إغماء كامل، ممكن يصير في سقوط على الأرض. بهيك حالة الأفضل إبقاء المريض على الأرض ورفع إجريه لحتى نسمح للدم أنه يتدفق باتجاه الرأس باتجاه الدماغ، بصير يصحى شوي شوي. عادة لما يصير في هبوط ضغط يصير في، يعني هو الوقوع على الأرض هو رد فعل فيزيولوجي لحماية الإنسان، لأنه لو نزل ضغطه للإنسان فرضا وما حس بهالدوخة رح يضل واقف، فرح أول جزء يتأذى هو الدماغ. فهو لما يصير في سقوط على الأرض هو دفاع عن دفاع عن العضوية، دفاع عن الجسم. معلومة جديدة موجودة بجسم الإنسان. منيح أنه وقع على الأرض، منيح أنه صار بمستوى واحد، منيجي نحن منساعده ومنرفع له إجري أكثر. الأطراف السفلية ما رح تتأثر بنقص التروية أو هبوط الضغط مثل الدماغ. الدماغ إذا ضل فترة أكثر من عدة دقائق ناقص التروية ممكن يتأثر، ممكن صح. يعمل فالج، يعمل مثلا نقص تروية بمكان معين بالدماغ، يؤدي لعقابيل عصبية قد تكون خطيرة. أول إجراء هو خليه على الأرض وارفعوا له إجراء شوي لفوق شوي شوي، بيرجع بيتوازن خلال دقائق. يعني عادة الجسم بيجاوب بإفراز الأدرينالين، معروفة المادة الأدرينالين والنور أدرينالين، مشان يرفع الضغط. وقتها بصير فيه تسرع
وقتها بصير يحس انه في خفقه زايده بالقلب. بيقولوا يشربوا مي وملح وسكر. اي طبعا الحقيقه هو وسكر هو السكر بعض. هو السكر بيرفع الضغط مثل الملح. مثل الملح تمام. هي هو خليط بيقولوا له خليط السيروم انه مي وملح وسكر اي ماده بتصحصح شوي. تمام. دكتور كثير عم نلاحظ ارتفاع وهبوط في الضغط مفاجئ، ناس ضغطها كثير واطي وناس ضغطها كثير عالي، وخاصه شريحه من الصبايا والشباب، يعني جونا المحيط صار يمكن صعب شوي المعيشه، فكثير في ضغوطات نفسيه. خلينا نحكي عن أدوية الضغط، هل صحيح أنه بعمر صغير نلجأ لأدوية الضغط؟ هون نحن كتير مثلا بس يقلنا دكتور خدوا دواء الضغط منخاف أنه معقول أنه نحن أنه التيتا لسه ما عم تأخذ دواء ضغط، أنا بدي أخذ دواء ضغط. خلينا نحكي عن دواء الضغط، عن مخاوفه، عن أنه الجرعات اللي لازم يأخذوها الشباب بعمر صغير. مو بس المريض بيخاف من دواء الضغط، نحن منخاف نتركه كمان إلا لما يكون له ضرورة. تمام. الفكرة مو كل الصبايا والشباب عم ياخذوا حب ضغط. صح. الفكرة انه مو كل ضغط يجب ان يعالج فورا. اوكي. يجب ان نثبت حالة الضغط. المعايير العلمية تقول انه لازم نعمل 3 قياسات بثلاث ايام مختلفة، مو نفس اليوم. مشكلتنا انه مريضنا بيقيس ضغطه هلا بلاقي عالي، بيرد بيقيس ضغطه بعد ربع ساعة كمان بلاقيه اعلى لانه توتر. عفوا دكتور، كمان بدي اعقب على شيء، انه مثلا الكل صار ببيته ميزان الضغط، فصار مثل وسواس كل شوي بدي اقيس ضغطي. هذا اكبر غلط. اصلا شيء بيقولوا لك حطها هيك. صح. شي بيقولوا لك نزل ايدك، خدها باليسار، لا خدها باليمين، كمان هذا الشيء بيعمل ارتفاع. صحيح. بالضغط. صحيح. بزياده. بالتاكيد كل ما قسنا الضغط اكثر، كل ما تخربط الضغط اكثر، كل ما ارتفع اكثر. قياس الضغط مره او مرتين في اليوم فقط، وحتى الإنسان العادي اللي ما عنده مرض ضغط ما لازم يقيس ضغطه أصلاً إلا بمناسبة معينة بعيادة الطبيب، بزيارة لفحص روتيني. أما موضوع الأجهزة المنزلية لازم ننوه عليها الحقيقة، خاصة المعصمي، الجهاز المعصمي اللي بيحط عند الرسغ، هذا غير دقيق إطلاقاً. تمام. الأجهزة المعول عليها هي العضودية. أوكي. العضودية هي اللي تعطي مؤشر طبيعي، ما يكون الضغط بهالشريان نفس الضغط بهذا الشريان. أكيد هذا مختلف بالقطر، مختلف بالبعد عن القلب كذلك. فما راح يكون الضغط هون مثل هون. صح. بس هي الفكرة لأقول أنه مريضي هو مريض ضغط فعلا، لازم نكرر القياسات أكثر من مرة بفواصل مختلفة، بيقولوا خلال 15 يوم. مشكلتنا أنه بيعلى الضغط شوي، بيقيس ضغطه بيلاقيه مثلا 150 على 90 فرضا، طبعا مرتفع بيركض بده ياخذ دواء. لا غلط، لازم نتاكد انه هذا ضغط. طبعا كطبيب قلبيه انا بتاكد من الضغط بوسائل تانية عن طريق التخطيط وايكو القلب. فاذا لقيت علامات مثلا ارتفاع الضغط على القلب حتى لو من اول قياس الي، انا بثبت انه هذا المريض هو مريض ضغط. هذا بيتم بالفحص. اما كقياس عادي، مجرد القياس يجب تكراره 3 مرات خلال 15 يوم لحتى نتأكد انه هذا ارتفاع الضغط دائم، وبالتالي منوصف الدواء المناسب للمريض والجرعات المناسبة. تماما. لانه في جرعات مختلفة بهيك حالة ما يخاف المريض من الدواء. يعني المشكلة عندنا ثقافة انه اوعى تاخد دواء الضغط لانه رح تضل معك طول عمرك، طول الحياة، ورح يصير تأثيرات جانبية مختلفة. حتى لو وافقنا على هذا الكلام بدنا نفكر بمنطق آخر، أنه طيب أنا أتحمل مرض الضغط وتأثيراته الجانبية ومشاكله، ولا أتحمل دواء الضغط ومشاكله؟ على فرض أنه في مشاكل، الحقيقة لو جمعنا كل التأثيرات الجانبية تبع أدوية الضغط لا تعادل 1% من تأثيرات مرض الضغط على جسم الإنسان. طب الجرعات عم ياخدوها الناس، شي بيقولوا الصبح الريق، شي بيقولوا بعد الأكل، هي الأكثر بعد الأكل، ولكن هلأ يعني خلينا نقول إنه الناس يمكن بتلحق بعضها، إنه في ناس عم تقول إنه لا حبة الضغط بالليل هي أحسن، لأنه بالليل أنت ونايم ما بتحس إذا ارتفع ولا نزل ولا صار شيء. فهون نحن دكتور شو ننصح العالم؟ الحقيقة حسب نوع الدواء. أوكي. في أنواع كتيرة وزمر دوائية مختلفة جدا لعلاج الضغط. في أدوية يجب أن تؤخذ قبل الطعام، وهي معظمها على فكرة قبل الطعام. أوكي. هي أدوية الضغط عادة ما بتأثر على المعدة، فما في مشكلة من أخذها قبل الطعام، بالعكس هي أفضل.
إذا أردنا أن نخفف تأثير الدواء نأخذه بعد الأكل، لأنه الطعام سيؤدي إلى إنقاص امتصاص الدواء بنسبة معينة 20-30% مثلا، ويخليه مديد أكثر، يعني يكون بطيء الفعل. أما هو إذا بدي إياه تأثير أعظم يخليني أقول لا، بخليه قبل الطعام والفترة الصباحية. في أدوية بتنعطى قبل النوم، مظبوط هالكلام، لكن حسب أول شيء الحالة، ثانيا حسب نوع الدواء اللي موصوف من قبل الطبيب. له كل دواء له توقيت معين وله طريقة معينة وجرعة معينة. إجمالا أغلب الأدوية الآن، الأدوية الضغط المتوفرة مديدة، يعني هي بتغطي 24 ساعة، فبالتالي تأخذ مرة واحدة. تمام. هلأ ممكن صباحا ناخدها، ممكن مساء، ممكن قبل النوم. شو ما نفضل نحن دكتور؟ حسب الدواء. في أدوية يفضل صباحا قبل الأفطار. المديدة فينا ناخدها من الصبح، هي بتغطي 24 ساعة. في أدوية لا، منفضل ناخدها قبل النوم. أوكي. طيب دكتور، خلينا نرجع لعلاج الجلطة القلبية. شو هو؟ إمتى بيكون العلاج بالأدوية؟ إمتى القسطرة؟ إمتى العمل الجراحي؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع. خلال الدقائق الأولى لساعتين الأوليات من احتشاء العضلة القلبية، الأفضل هو القسطرة الإسعافية. أصلاً كلمة قسطرة إسعافية لا تنطبق إلا على احتشاء عضلة قلبية. نعم. نسمع كثير من مرضانا أنه والله أنا بيلزمني قسطرة إسعافية، يا أما سمع من جاره أو قريبه، أو بجوز أحد الأطباء يعني ما يكون مختص مثلاً بيقول له قسطرة إسعافية. القسطرة الإسعافية لا تجرى إلا باحتشاء عضلة قلبية، وهون بتفيد. لأنه الخسرة مثل ما قلنا هي بتسد شريان، الاحتشاء أو الجلطة هو انسداد مفاجئ بالشريان. عن طريق القسطرة اللي بيتم فيها الدخول إلى داخل هذا الشريان، ممكن نسحب الخسرة، ممكن نفتح الشريان وبتنتهي المشكلة وبيرجع طبيعي. خلال دقائق الأولى حتى ساعة أو ساعتين مثلا، ممكن فعلا نحن نمنع حدوث تنخر الخلايا العضلية القلبية، وبالتالي ضعف عضلة القلب التالي للاحتشاء. بس هذا خلال الفترة الأولى. هلأ إذا بعد هيك، طبعا هلا في ادويه كثير ممكن تنعطى، مو بس القسطره، بس عم نركز على القسطره خلال الفتره الاولى، لانه فعلا هي منقذة للحياه. تمام. طبعا في ادويه مميعات بتنعطى، موسعات شرايين، ادويه الضغط كمان مهمه جدا، في بعض الادويه بتنظم الضغط او النبض، مهمه جدا بهيك حاله. كل حالة الحياة حسب وضعها باللحظة نفسها. طيب دكتور، بعد العمل الجراحي امتى المريض ممكن يعمل نشاطات يومية، يرجع لعمله؟ خلينا نحكي انه بعد العمل الجراحي، ولا لازم، في بيقولوا لازم اذا كان طبيعة عمل فيها جهد المفروض يغير كل طبيعة عمله، شو هي الحالات المفروض المريض يغير طبيعة عمله من بعد العملية الجراحية؟ هذا موضوع كتير مهم، هذا اسمه اعادة التأهيل القلبي. هون بيتبع الحالة، شو صار مع المريض، كمية الاحتشاء أو حجم الاحتشاء، احتشاء واسع، احتشاء صغير، هل تم فتح الشريان فورا ولا تأخرنا، وبالتالي دخلنا بشيء اسمه ضعف أو قصور عضلة قلبية. كل حالة الحياة مختلفة عن الثانية تماما، بس هي على موضوع عملية نحن بس نتحفظ على كلمة عملية. القسطرة هي إجراء بيصير عن طريق الدخول بشريان بدون تخدير عام، بدون شق جراحي، حتى عن طريق إبرة ندخل بالشريان سواء من الإيد أو من الإجرة عن طريق إبرة، نوصل لشرايين القلب ونعمل هالإجراءات هي تبعنا. طبعا نحن من تاني يوم بيرجع لطبيعته، لأنه ما صار لا شق جراحي ولا تخدير عام من تاني يوم. لكن إذا كان الاحتشاء كبير فرضا أو مؤثر على عضلة القلب، بده يكون تدريجيا، بالتأكيد مو مسمح له يرجع يمارس فعالياته اليومية كاملة فورا، بده يكون بالتدريج. بس خلينا نقول وسطيا بعد احتشاء عضلة قلبية، ممكن بعد شهر يرجع لفعالياته الكاملة فيما لو تم فتح الشريان باللحظة المناسبة. نعم دكتور، قبل ما نختم مع حضرتك، يعني حابين نستفسر عن موضوعين. الموضوع الأول، هل مريض الجلطة أو يلي تعرض لجلطة، ما خلينا بعد كلمة مريض، اللي تعرض لجلطة خفيفة ممكن يتعرض لجلطات بمراحل لقدام، ممكن يصير عنده جلطة؟ السؤال الثاني عن الإسبرين اللي صاروا الناس عم ياخذوا بشكل عشوائي. احنا ما عم نحكي ماركه، ما عم نعمل دعايه، ولكن ما يحتوي الدواء من ماده الاسبرين اللي هي مميعه للدم. خلينا نحكي عن طريقه اخذ هذا الدواء، لانه كثير عم يصير مشاكل، حدا بيقول لك وقفه، حدا بيقول لك لا خذه، والجرعات اللي لازم ياخذوها والاعمار المناسبه لكل جرعه.
أول شيء المريض اللي صار معه احتشاء عضلة قلبية ممكن يرجع يحتشي مرة تانية، يصير معه احتشاء تاني. نحن قلنا الاحتشاء أو الجلطة هي انسداد مفاجئ بالشريان. طب نحن فتحناها بالقسطرة صح، بس في شريان تاني. أوكي. ما حدث في هذا الشريان قد يحدث في هذا الشريان الآخر، في مجموعة شرايين القلب مو شريان واحد. فإذا استمرت عوامل الخطورة، مثلا مريض مدخن صار معه احتشاء عضلة قلبية، عالجناه فتحنا الشريان حطينا شبكة انتهت مشكلة الشريان، لكن هو استمر بالدخان، فممكن شريان تاني يصيبه هالشي نفسه، ممكن كمان يسكر شريان آخر، وحتى الشريان نفسه الشبكة انحطت بمكان ما انحطت على طول الشريان، فممكن جزء آخر من الشريان يصاب. فلذلك تعديل عوامل الخطورة بنسميه تعديل عوامل الخطورة، يعني إيقاف التدخين، مريض السكري يتعالج، مريض ضغط يتعالج، عوامل الخطورة الرئيسية يجب أن تعالج لمنع تكرار الاحتشاء، احتشاء العضلة القلبية. بالنسبة للأسبرين كان سابقا في ثقافة طبية شعبية، حتى بعض الأطباء كان كتير يحكي فيها أنه بعد 40 الكل يأخذ أسبرين. هذا ثبت خطأ، هذه المقولة الأسبرين لا يؤخذ بأي عمر إطلاقا بشكل روتيني، ما في هيك شيء. هو ما نو دواء يعني مدى الحياة، لأنه عم نشوف عالم كل الوقت مرافقتهم حبة الأسبرين. هذا دواء له استطباب، له داعي لمرض معين. مرضى القلب إيه لازم ياخذوه دائما ومدى الحياة إذا فعلا عنده احتشاء أو نقص تروية قلبية. مرضى الضغط لا، الضغط لوحده ما في داعي للأسبرين. أحيانا الحامل اللي بيصير معه إجهاضات بيوصفوه للأسبرين. هذا موضوع أكيد موضوع آخر مختلف. دكتور أكيد منتشكر معلوماتك القيمة، ومشوفك أكيد بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا لكم. الله يعطيك. شكرا كثير لك دكتور أحمد العابد اختصاص قلبية، بدنا نشكرك على كل النصائح والمعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله نهارك حلو. الله يخليك. شكرا لك.